السلام عليكم الاخوان. اليوم غندير فيديو جديد، غادي نحط فيه، غادي نمشي لواحد البلاصه. المهم غادي تقعدوا في الفيديو تشوفوا. ما غاديش نقول السميه ديال البلاصه في هذا، زعما في البدايه ديال الفيديو. صافي بقاو، ما غاديش نوريكم الطريق لحقاش بورين. وصافي، يعني داي معايا هذا الشيء، هاد الحوايج ديال العوم. في حاله عمد، شو كنقولوا لساغ نعس تل خمسة ونط مع العشرة. وعلاش نط لحقا؟ قالوا لحنا خارجين وفتالي درك راه الطاش مازال ما خرجناش. المهم الخوت، من بعد ما كلينا وكملنا درك رحنا ماشي نعومو. حرة عامرة قالت للسعودية سكتي. هما الاخوان، انا حيدت حوايجي درك، غادي ندخل نعوم، تنعوم ونكملو. غادي نوريكم واحد الطريق من هنايا كي دايره. وصافي هنا فين كاين الاول بزاوز، هنا زيستو. المهم جينا واحد الريستو هنا يفتفوا خالتو، طلعنا لفوق هاد الطوالت، نوريكم المنظر من هنا. هاد الجبل كاملين وهاد الطريق كاملة، وفي التالي مبلع. وفي التالي مبلع هاد البصلة اللي جينا نسقو بها، وهاد الطريق هاكا دايرة.
المهم صافي دابا وليت للدار نيو هير كات. تلاقينا هذيك السقايه اللي كنا تما زقينا فيها في اخر مقطع كان تلاقيناها غير على الطريق تما في الخرجه فاش تكون مولي الوجده صافي زقينا بها الماء ديالها زعما جاي يحلو هكا بحال ماشي فيه السكر ولكن. وما تنساوش ديروا لايك وابوني وصيفطوا الفيديو لشي ناس باغيين يمشيو لهاد البلايص اللي مشيت لهم انا ولا نتوما كاع.